محمد سعد اخو الشهيد عمرو سعد. احكي اللي حصل، قول اللي حصل يا محمد. هي الحاجه اتصلت بيا يوم الجمعه الساعه 2 بالليل، قالت لي تعالى اخوك في المستشفى متصاب كميت. رحت ضحكوا علينا الاول وقالوا ان هو واخد بيلي في بطنه وكده. لما قعدت مع الدكتوره تاني يوم لقيت ان هو واخد طلقتين، واحده حي في جمجمه وواحده في صدره. تمام. جميل. هو من اول ما دخل المستشفى كان متوفي، كان ميت تكنيكيا يعني، الدكتوره كانت قايله لنا كده. كان بينزل كل جمعه. تمام. لكن اليوم ده ما كانش من اي علم في البيت ان حد نازل؟ لا، هو نازل، امي بتساله بتقول له رايح فين، قال لها رايح مشوار وجاي. عملتوا ايه لما سمعت الخبر يا محمد؟ الحاجه هتعمل ايه، الحاجه مرميه في البيت مش عارف. لقيت المتوفي ابن اخويا واخد طلقه في دماغه واخد طلقه في صدره الشمال ولقيته متوفي. اقول حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي، حسبي. ولو اعرف ان اللي ضرب او اعرف ان كانوا اثنين او ثلاثه مش هسيبهم، والله ما هسيبهم. لو اعرف اللي قتل ان كان اثنين او عشره او خمسه والله ما هسيبهم. سيب حقه مش اكتر ولا اقل. حاولت ان انا اطلب التقرير بتاعه اللي فيه العلاج بتاعه، ما رضوش يدوني. تاني يوم برضو خدت واحد صاحبي ورحت، برضو ما رضوش يدوني التقرير، قال لي لا لازم انت تروح القسم. رحت المحكمه، وكيل النيابه قال لي ما ينفعش اطلع اخرج معاك حد كده. بيت من المحكمه للمستشفى ومن المحكمه للمستشفى. النهارده انتوا بتخرجوا من المستشفى، ايه اللي حصل معاكم هناك في المستشفى؟ في واحد جه قال انه ظابط وكده، وقعد يتكلم معايا. جميل. خد اداني بيانات وقال لي هات رقم تليفونك عشان عايزك وكده، واديته الرقم. في تعنت ان هم مش عايزين يدينا التقرير بتاعه. رافضين تماما ان هم يدوكوا التقرير اللي بيثبت؟ قالوا الصبح. الكلام ده كان امبارح، وجينا النهارده الصبح بدري. جيت النهارده الصبح بدري عشان اجيبه، الدكتوره قالت لي ماشي وبتاع، نفضت له ولا سألت فيا. في اي جهه امنيه في المستشفى حاولت ان هي تكتم على الخبر او تقول لكم كلام غير الحقيقه؟ لا، ما فيش غير بس ساعه اول مره انا رحت فيها كانوا بيقولوا طلق واخد بالي بس. كان في حد معاه من الصحاب وحكى لكم تفاصيل اللي حصل، الضرب ازاي؟ كان معاه ثلاثه اصحابه. طيب حكوا ايه بالظبط؟ قالوا ان في قنبله، هم كانوا واقفين مع بعضيهم في الاتحاديه، وفي قنبله اتضربت عليهم سرير الدموع. عبال هو ما فاق من الغيبوبة كان واخد واحدة في صدره واخد التانية في دماغه. عم ده كان أطيب إنسان في الدنيا، واللي أقدر أقوله كله حسبي الله ونعم الوكيل في مرسي واللي مع مرسي وكل أعوان مرسي والوزراء كله واحد واحد، وحسبي الله ونعم الوكيل في مرسي كمان مرة. والناس اللي بيعملها ثورة 25 ساب الناس تدعك في بعضيها وراح يسافر بره مش عارف يحكم البلد يسيبها. قصص كتير. هم هياخدوا حقهم واحنا هناخده قانون، مش هناخده بالقانون، هناخده باي وسيله تانية. مش هنفضل نسكت على الدم اللي بينزل ده كتير. خلاص النهارده كده الشباب بتموت، الشباب اللي المفروض بكره هو امل بكره واللي هيدافع عن مصر بيموت، الرجاله بتتعرض، الستات بتتعرض وبتغتصب في التحرير. طب وهنفضل لغايه امتى في القصه والدوامه دي؟